يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقوم بعضهم في المسجد النبوي والذين يصلون أمام القبر يقومون بعد الصلاة فيسندون ظهورهم إلى الجدار ويمدون أرجلهم إلى جهة القبر، فهل هذا الفعل جائز؟ كيف؟ يقول يقوم بعض المصلين في المسجد النبوي الذين يصلون أمام القبر بعد الصلاة يسندون ظهورهم إلى الجدار ويمدون أي جدار؟ ها؟ ما عنده جدران خارج غير جدران الحجرة، ما عنده جدران يسندون ظهورهم إليه. نعم.